كريم كميل، بلعب فرقه فوكسز، بلعب نص ملعب 8. ويعني بصراحه اول مره نخش يعني دوره تحس باجواء مختلفه قوي عن اي دوره تانية. عاده جو التصوير والحماس والتنظيم ده غصب عنك بيدخلك في مود اي ماتش، حتى لو انت كنت واقع شويه او كان مستواك مش كده، غصب عنك بتضطر تقوم تاني يعني وتكمل. تمام، ايه طموحكم في البطوله؟ وقول لنا برده ازاي انضميت للبطوله وايه الاجواء اللي انت حاببها في البطوله. احنا عامه اكاديمي مع بعض من زمان قوي، اكتر من 5 سنين. كنا عامه بنخش دايما دورات حاجات شبه كده، بس سمعنا عن البطوله دي. وطبعا انت اول ما بتسمع عن بطوله انت بتبقى متحمس ان انت مش همك بقى هتلعب مين، مش همك اي حاجه، انت في اي مجموعه، ماتشك امتى، انت همك انت تخش تاخدها. احنا عاده مش بنبص، احنا حتى طلعنا مركز ثاني بنلعب مركز اول، بس انت ما تعرفش ظروف المجموعه الثانيه اللي حصل. ضيعنا مركز اول بسهوله قوي، مش هتكلم طبعا ظروف ماتشات، لان اي ماتش انت بتخسره مهما كان ظروفه انت بتبقى كده كده في جزء كبير قوي منه، او لو مش كله جزء برضو بتاعك انت، بيبقى ايدك بوينتس بتاعت اي ماتش. فاحنا طلعنا تاني يعني ما كناش نحب كده طبعا، بس اكيد بنلعب فرقه محترمه سواء اول او تاني. وفرق صراحه البطوله كلها يعني نفس، يعتبر نفس المستوى، فاحنا بالنسبه لنا مش شايفين ان احنا مستوانا اقل من حد او حاجه عشان احنا تاني هم اول. فانت طبعا بتبقى بتلعب كل ماتش على ان انت تاخد يعني تاخد المكسب، ومش همك حد، بتبص حتى تبص لنفسك وان ربنا يوفقك يعني. في لاعب في البطوله خلال فرقتك مثلا او الفرقه الثانيه لفت انتباهك كلاعب كويس؟ يعني احنا بصراحه مش بنركز قوي مع فرق ثانيه، ان احنا دايما لما نخلص ماتش بنشوف يعني النقط بتاعتنا احنا ايه انت عملت ايه غلط في الماتش، عملت ايه صح عشان تركز عليه، مين كان واقع، مين كان المفروض يعمل ايه. دايما بنقعد نتكلم مع بعض. احنا عاده لما حد مننا احنا بيقع احنا بنبص على النقط الكويسه والوحشه بتاعتنا احنا بس، مش بنبص على حد ثاني. فاحنا كلامنا كله على الناس معانا احنا، مش مع حد ثاني. بس طبعا في ناس كويسه جدا يعني سمعنا عنها كتير. طب قول لنا ايه الاجواء اللي انتوا اتكلمتوا بعض فيها قبل الماتش؟ انا دلوقتي هتلعبوا سيمي فاينال، انتوا كفريق ازاي يعني اتكلمتوا؟ ايه اللي جاب بالكم قبل الماتش واتكلمتوا في ايه؟ يعني احنا كفريق طبعا كلمنا بعض ان احنا رقم واحد الحماس عندنا، رقم واحد انت تقتل نفسك على كل كوره، مش همك، ما تبصش انت بتلعب مين، ما تبصش اي حاجه، لان انت ما تعرفش حاجه، ما تعرفش مين كان في المجموعه الثانيه، ما تعرفش كان ايه ظروفه، ما تعرفش اي حاجه اللي حصلت، انت في مجموعتك وبس، طلعت في مجموعتك ثاني. فاحنا بالنسبه لنا دي حاجه يعني بوينت مش كويسه خالص لينا، دي حاجه احنا كنا عايزين نعوضها. فانت داخل سيمي فاينل انت داخل بحماس اكتر، ان انت عملت حاجه وحشه في المجموعات بالنسبه لنا ثاني ده لا، دي حاجه انت كنت تقدر تجيب اول، انت ضيعت اول ده مجهودك. فاحنا بالنسبه لنا احنا داخلين سيمي ده احنا داخل تموت نفسك، داخل تلعب راجل، بقالنا كتير كنا موقفين تمارين وحاجات كده، بس انت داخل تلعب راجل، داخل تجيب اخرك، مش همك على حاجه يعني، مش داخل تلعب كوره او كل حاجه، بس انت اهم حاجه عندك تكون راجل. مستواك واقع بس راجل، دي حاجه ما يقدرش نتهاون فيها يعني. اخر سؤال لنا، مين اللاعب المصري او العالمي اللي نفسك تبقى زيه او قدوتك يعني؟ يعني هو انا مصري في حد بحبه قوي، بس مش هبقى زيه خالص، لان ده مش نفس طريقه، لا مش اي حاجه، ده طبعا شيكابالا ده في حته تانية بالنسبه لي. اجنبي طبعا انيستا، ده بالنسبه لي ده فوق يعني فوق اي حاجه.